غرق 19 شخصا على الأقل من بينهم 12 طفلا بسبب تحطم زوارق للمهاجرين العابرين من تركيا إلى اليونان. خفر السواحل اليوناني انتشل أكثر من 240 شخصا قرب جزيرة ليسبوس. معظم الناجين يعانون من انخفاض في درجة حرارة الجسم. أعمال البحث ما تزال متواصلة ويشارك فيها قوارب ومروحية تابعة لخفر السواحل اليوناني، يساعدهم صيادون وأصحاب دراجات مائية. يقول أحد الصيادين: أين هي الإنسانية؟ أين هم المشرعون وصناع القرار في هذا العالم؟ ما الذي يقومون به؟ أليس عندهم عائلات وأطفال ليفهموا؟ عملية الإنقاذ لم تقتصر على جزيرة ليسبوس، فقد عثر على غرقى قرب جزيرتي ساموس وأغاثونيسي، حيث تعد الجزر اليونانية المنتشرة قبالة السواحل التركية في بحر إيجا مدخل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. بحسب تقديرات رسمية، فاق عدد الواصلين إلى اليونان هذا العام نصف مليون شخص.